من بروكسل بينضم إلينا عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية. عمرو، يعني أذهب إليك وأتحدث معك عن هذا اللقاء، وهو لقاء مجمع وفيه العديد من القضايا الدولية الساخنة والشائكة. ما المتوقع وما المأمول منه؟ نعم، هذا الاجتماع كما تعلمين هو اجتماع غير رسمي، لذا لن تكون هناك أي قرارات اليوم، إلا هي مفاوضات ومناقشات حول الأجندة التي وضعها جوزيف بوريل كممثل أعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي. لكن قبيل هذا الاجتماع هاجر، كان جوزيف بوريل قد أصدر تصريحات أغضبت الكثير من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهي هو قال أنه بالفعل قد تقدم بالإجراءات التي تدعو إلى إجراء عقوبات على مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، بل وزراء من الحكومة الإسرائيلية. صحيح أنه لم يسميهم بالاسم، لكن من المتوقع أن يكون بن غفير وزير الأمن القومي، وأيضا وزير الإنماء سموتريتش أيضا هو من هذه الفئة. ولكن هذا الاجتماع الذي نتحدث عنه هو اجتماع غير رسمي، لا نتوقع أي إجراءات أو أي إصدارات، لكن على الأقل هذه المناقشات تشمل مناقشات كما ذكرت الفئة 14 من العقوبات على روسيا، وأيضا مناقشة التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال جوزيف بوريل عنها أنها تصريحات غير مقبولة، لأنه دعا إلى تسريح وإجلاء العديد من الفلسطينيين من الضفة الغربية كما حدث في غزة، وقال أن هذا غير مقبول. ولكن هذه الإجراءات إذا كان هناك فرض أو محاولة لفرض عقوبات، هذا يحتاج إلى إجماع 27 دولة وهي الاتحاد الأوروبي، ومن ثم لا نعتقد أن هذا سيتم، ولكن على الأقل هي خطوة كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يكون الممثل الأعلى للشؤون الخارجية يطالب بإجراء عقوبات على أحد أعضاء أو أعضاء من الحكومة الإسرائيلية الحالية. ومن ثم نعود مرة أخرى إلى هذه المناقشات دائما التي موجودة لن تسفر عن شيء حتى الآن، وحتى يرى الإسرائيليون أن جوزيف بوريل المنتهية ولايته وستنتهي بالفعل في شهر أكتوبر بشكل رسمي، أن هذا هو فقط لذر الرماد في العيون، وأنه ليس هذا ما هو المتوقع من الاتحاد الأوروبي. لا نتوقع أن يكون هناك إجراءات مشددة، لكن على الأقل هي خطوة جديدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يطالب بفرض عقوبات حتى لو كانت على الورق. الزميل عمرو المنيري من بروكسل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.